ها هي الحوته ديالنا من بعد ما طابت، انتم ما كتشوفوا راه هي شربات. تقدروا تزيدوا واحد، انا حيت خليتها مشيت للخدمه وبروغراميت الفران، دونك هي ملي كيطفى الفران نورمالمون خصها تخرج، ملي كتبقى كتزيد تشرب. شفتوا راه ما محروقه ما والو، غير لاصوص نشف، ها هو باقي واحد شويه هنايا. المهم ما فيها باس نزيد واحد ربيع ديال الكاس ونحركوا شويه اللاطا، تنبغيو نسخنوا نحطوا ونزيدوا داك الربع ديال الكاس الماء. كما كتشوفوا هكا انا راه سلقت، كان مشى ليا الصوت في لي فيديو الاخرين سمحوا ليا، دونك سلقت خيزو بطاطا ماشي حتى يهراو، المهم كتدخلهم الطياب صافي، والفلفله ومطيشه رميتهم حتى الاخر صافي. وبالنسبه للعطريه درت المعدنوس كتير، قزبر غير شي شويه، ودرت العطريه كامله شويه شويه من الحاجه، وزدت العطريه ديال الحوت اللي كتباع عند العطار مقاده، كتكون فيها حتى شويه ديال الكروفيت ديك النسمه ديال البحر صافي. والحامض، وانا ما درتش هنايا الثومه، اللي بغى يقدر يضيف الثومه هكا كيجي واحد المذاق يعني حلو، كيجي زوين صافي. هادشي اللي درت، وشويه ديال زيت العود، هنا استعملت زيت العود صافي، ودهنتها مزيان. وداك الخضره حتى هي مني طلقات دهنتها بهذيك العطريه بديك لاصوص ديك الشرموله، وحكيت شويه ديال المطيشه صافي. وها الحوته ديالنا ها هي واجده، دخلتها الفران سخون تقريبا ما خداتش 25 دقيقه بحال هكاك، 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. غادي نوجد معكم دابا البيصاره، كل واحد شنو كيقول لها بيصار في الناس الشمال بيصاره. هنايا عندنا الفول والبنان اللي غسلتهم وكتبقداهم، دابا مشيت غير نجيب الكمون قاد عليا. ها هما كيف ما كتشوفوا انا كنستعمل هادو، ها هي جلبانه اليابسه شفتوا، جلبانه يابسه خضراء، وهذا الفول. كديروا نفس الكميه على حسب الذوق ديالكم، دابا راه كاين اللي كيبغي المذاق جلبانه على الفول، انا كندير تقريبا نفس القياس، قد الفول قد جلبانه تقريبا كاس كاس ولا نص كاس نص كاس، المهم على حسب الناس على حسب الافراد. كتغسلوه مزيان شي 5 المرات ولا 6، وكديروا عليه الماء تقريبا مضوبل وشي شويه، لان مازال غادي يطيب وغادي ينشف، وعاد غادي تطحنوه وباقي غادي يتبخ من بعد ما طحنوه. اذا هنا عندي فصوص ديال الثوم، ها دابا مع البرد راه مزيانين، عندي فصوص الثوم نقيتهم وغسلتهم، نديروا شويه ديال الملحه شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون وزيت العود فقط، لا بزار لا والو، كتجي صحيه. بالنسبه اللي تيبغي الحرور بزاف يمكن ليه يزيد السودانيه، عرفتوها هذيك السودانيه يابسه كديروا منها شويه دابا، ومن بعد ملي كتبغيو تقدموها كديروا شويه ديال السودانيه وزيت العود. اللي ما تاكلش السودانيه يقدر يدير شويه ديال الكمون هكايا من الفوق وشويه ديال زيت العود، طبيعه الحال كترافقوها بالبيض مسلوق، المهم كل واحد كيفاش بغى. اذا على بركه الله غادي نديروا شويه ديال الملح، القياس اللي غطيب فيه باش ما طيبش لينا مسوسه، نديرو شويه ديال التحميره ثم نديرو معلقه عامره ديال الكمون، وغادي نديرو الصوص ديال الثومه ديالنا كاملين هكا صاينين، ثم غادي نديرو زيت العود. هذوك العويدات اللي كتشوفوا هذوك هي ديال الكمون مطحون ما مغربلش. هذا بالنسبه لزيت العود، غادي ندير واحد الكميه نيت مهمه، حيتاش كنعرفوا كتبغي زيت العود عاد ملي طيب نعاود نزيدو ثاني صافي. غادي نسد عليها، نسد عليها الكوكوط وغادي نديرها طيب تقريبا لمده ديال ثلث ساعه، وغادي نقلبها لقيتها مازال خضره غادي نعاود نزيدها طياب. وهانتوما معايا